طيب خلينا نروح ونخش اكتر في الاجواء مع الاستاذ محمد بن هزام الظهري، الامين العام للاتحاد الاماراتي لكره القدم والمتحدث الرسمي باسم اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه. استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء جدا بوجودك معانا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، وانا اسعد كابتن اسلام، ومساكم الله بالخير، ومساكم الله بالخير كابتن ايمن، ومساء الخير على المشاهدين الكرام. مساء الخير. سعداء جدا طبعا بوجود حضرتك معانا، وامبارح الحقيقه كان استقبال حافل ورائع كالعاده الحقيقه، اهل الامارات كاننا في مصر بالظبط الحقيقه. الاستقبال امبارح حاجه رائعه جدا وحاجه مشرفه، وفخورين جدا بهذا الاستقبال الحقيقه. نحن الله يحفظك فخورين بتواجدكم معنا، والحمد لله على سلامة اللاعبين والبعثة الرسمية لنادي الأهلي، والحمد لله كان الاستقبال يعني جيد الحمد لله، وكان في جماهير منتظرة خارج المطار، وحظيت طبعا استقبال بقيمة كبيرة بالنسبة لنا في دولة الإمارات. عايزين نتعرف من حضرتك عن استعدادات بقى أبو ظبي باستضافة كأس العالم للأندية. ولله الحمد، بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالاستضافه في العاصمه ابو ظبي لبطوله كاس العالم للانديه تسير على ما يرام، والحمد لله اكتملت كل التحضيرات بنسبه 100%. المرافق للبطوله كلها جاهزه، سواء نتكلم عن ملاعب التدريب، ملاعب المباريات، مقر الاقامه، وايضا مقر اقامه اللاعبين والوفود الرسميه ومسؤولين الفيفا والحكام. ولله الحمد نحن منذ بدأنا للعمل على هذا الحدث كانت في خطة موضوعة، والحمد لله تسير حسب الجدول الزمني الموضوع لها، واليوم فقط ننتظر وصول الجماهير إلى أرض دولة الإمارات. ولو اليوم نادي الأهلي له جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات، وليس فقط في دولة الإمارات بل في الوطن العربي، ونتمنى له التوفيق من خلال مشاركته في البطولة. أعتقد وجود ثلاث أندية عربية من مصر ومن الإمارات ومن السعودية، أعتقد أن ده هيفرق كتير جدا في الحضور الجماهيري. بلا شك، اليوم يعني عندنا اليوم نادي الجزيرة الإماراتي اللي يلعب في أرضه، وأكيد عندنا أيضا نادي الهلال السعودي وهو اليوم بطل آسيا، ولا ننسى زعيم الأندية الأفريقية نادي الأهلي موجود معنا. أكيد هذا يدعم البطولة ويشكل اليوم أيضا عامل إيجابي في الحضور الجماهيري، خاصة هناك طبعا شريحة كبيرة من الجماهير تعيش على أرض دولة الإمارات. ولا ننسى اليوم أيضا قرب المسافة الجغرافية بين القاهرة وأبو ظبي وبين الرياض وأبو ظبي، ولذلك أنا متأكد أن هناك كثير والعديد من الجماهير تتوافد عدد الجماهير اللي موجوده على ارض دوله الامارات. شايف ازاي حضرتك تاثير مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بالامارات على الحضور الجماهيري وشعبيه ونجاح البطوله؟ طبعا انا يمكن بديت حديثي بان اليوم نادي الاهلي له شعبيه كبيره، خاصه عندنا في ارض دوله الامارات وعلى مستوى الوطن العربي والقاره الافريقيه، واليوم نظرا لما حققه نادي الأهلي من ألقاب مختلفة في طوال السنوات الماضية، وله تأثير جماهيري كبير. وأتذكر اليوم التأثير الجماهيري اللي صار في السوبر المصري لعشاق الأهلي في مبارياته اللي قامت على أرض دولة الإمارات، شاهدنا حضور جماهيري كبير ولافت وكان متميز جدا، ونتمنى أن هذا المشهد يتكرر أيضا في كأس العالم للأندية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب استاذ محمد، برضو عايز اسال حضرتك، هل تعارض المواعيد كاس العالم للانديه مع مواعيد نهائيات كاس الامم الافريقيه، هل ده قد يؤثر بشكل سلبي على المشاهده، على الاستعدادات، على اي شيء من هذه الامور؟ لا، اليوم نحن بلا شك طبعا انت عارف اليوم جدوله وضعت من قبل الاتحاد الدولي، اليوم اكيد متابعين للكرة الأفريقية متابعين كثار، لكن أيضا العالم كله يتابع ويشهد كأس العالم للأندية، وكان في انتظاره في الفترة الحالية. نحن طبعا يعني كلجنة محلية منظمة نتبع المواعيد المقررة من الاتحاد الدولي، لكن بلا شك بنشاهد بطولة متميزة
ومشاهدات عالية بإذن الله إن شاء الله. تمام بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. عايزين بقى نعرف أبرز استعداد استقبال الجماهير، يعني هل في حاجة معينة نتيجة أحداث كورونا اللي حاصلة دلوقتي؟ هل في حاجات خاصة في الدخول، في الخروج، في عدد الجماهير المتاحة؟ طبعا اليوم حسب الخطة الموضوعة نحن وضعنا بروتوكول على معايير عالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، سواء كان لحضور الجماهير لأرض الملعب أو من خلال تواجدهم في الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث. فلا ننسى اليوم عندنا أيضا فعاليات مصاحبة للحدث هذا، وهو جولة كأس العالم للأندية، وكان طبعا بدأت هاي من فترة سابقة سواء في مراكز عدة في دولة الإمارات، وآخرها كان في أسبوع 2020 إضافة إلى التصوير مع التميمة اللي هي اليوم الضبي. ولا ننسى أيضا بالنسبة للحضور الجماهيري كل التعليمات موجودة على منصاتنا، سواء كان منصات الاتحاد الدولي أو منصات اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي، وبيكون هناك أيضا فعاليات مصاحبة قبل بدء المباراة بثلاث ساعات، وهناك بتكون هناك منطقة مجهزة للجماهير بفعاليات عدة، مطاعم، ألعاب ترفيهية للجماهير. طبعا الأبواب كلها ستفتح قبل ثلاث ساعات، الفحص مطلوب هو 48 ساعة، بي سي آر 48 ساعة. كل هذه التعليمات موجودة، مجرد أن أي مشجع يشتري التذكرة يجد كل التعليمات واضحة ومجهزة له، ناهيك أن أيضا التباعد الجسدي من خلال الملعب، لبس الكمامات خلال المباراة. واليوم أيضا نحن نرحب بالجماهير كلها في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، وكل اليوم المداخل لدولة الإمارات أو المنافذ الدخول لدولة الإمارات مجهزة لتسهيل عملية دخول الجماهير كلها. نحن كل اللي نطلبه من الجماهير اليوم يتواجدون قبل بفترة في الملعب، يستمتعون سواء كان في الفعاليات المصاحبة أو يستمتعون من خلال المباراة، ويستمتعون أيضا في مشاهدة هذا الحدث العالمي. نحن هدفنا اليوم أن يكون الكل بصحة وسلامة، ونتمنى أن الحدث هذا خاصة وأن نحن نستضيف للمرة الثالثة على أرض دولة الإمارات يكون له نجاح كبير بدعم جماهيرنا إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. يعني أخيرا يا أستاذ محمد، إحنا دايما بنبقى سعداء بأي بطولة الحقيقة بتقام في دولة الإمارات أو خصوصا في كل الدول العربية، ولكن خصوصا دولة الإمارات بالنسبة لنا الوضع بيبقى مختلف، لأن إحنا بنحس إن إحنا بجد قاعدين في بلدنا. يعني احنا انا وكابتن ايمن زعلانين جدا ان احنا ما عرفناش نسافر ونيجي، نظرا طبعا لظروفنا وتواجدنا هنا، ولكن في النهايه متاكدين انه سوف يكون هناك تنظيم على اعلى مستوى، سوف يكون اهتمام بكل الامور الخاصه بهذه بالمباريات وبالتنظيم، احنا متاكدين انها هتبقى اعلى مستوى. وكالعاده بطوله جديده تقام في الامارات الشقيقه الحقيقه، ان شاء الله تكون بطولة رائعة كالعادة إن شاء الله أستاذ محمد. إن شاء الله كابتن إسلام، وإن شاء الله ندعوك أنت وكابتن أيمن إن شاء الله تتواجدون في الأحداث القادمة، ولو كنا نتمنى أنكم تكونون ما بيننا موجودين، لكن إن شاء الله معوضين في مرة أخرى، وبإذن الله نكون دائما متواصلين معكم دايماً. وإن شاء الله بدعمكم ودعم الجماهير بتكون البطولة ناجحة بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد على وجودك معنا الحقيقة، الأستاذ محمد بن هزام الظهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.